اسطوره برازيليه اسمها ريفيلينو طبعا الملاعب العربيه. هذه الكره تعود الان في خطا يحتسب، نعم خطا لصالح ماجد المرشدي والخطا على دياس. يا مباراة تسير في طريق ممتاز يا ماجد المرشدي ويا أبي ياسر. مباراة ما بين الهلال السعودي وشقيق القطري لخوية تسير في طريق ممتاز، وهذا المنظر لا نتمنى إطلاقا أن نشاهده. الأجواء حلوة، الأمور كانت سليمة، المباراة كانت تسير في طريق تنافسي شريف جدا، وياتي العقلاء، يتدخل الحكماء في الفريقين الان ويعيدون الامور الى ما كانت عليه، وحكم المباراه يطلب المرشدي ويطلب كذلك حضور اللاعب دي اسيا. كل واحد يقول حق الثاني انت اللي بديت. الحكم حقيقه كان حليم معاه، بعدين شاف ما في فايده.